السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي معي من جديد على قناة بانوراما للتعرف أكثر على أفضل المواقع حول العالم لحجز الفنادق ورحلات الطيران. مبدئيا أصدقائي، نود عمل لفتة صغيرة على برنامج الـ MBA أو إدارة الأعمال، حيث تهتم بالعلوم السياسية والإدارية وتطبيقها في الأعمال المختلفة، ويركز برنامج الـ MBA على تطبيق هذه العلوم والمعارف في حقول الصناعة والتجارة المختلفة، حيث أنه يمكن للدارس والمختص في برنامج الـ MBA عبر مواقع الإنترنت أو من خلال أكبر الجامعات في العالم دراسة هذا البرنامج، أو حتى من الكورسات المنفردة التي تدرس علوم الـ MBA مثل الكورسات الموجودة على برنامج يودومي وكورسرا وأديكس، حيث أن برنامج الـ MBA يتيح للأشخاص القدرة على الفهم العام لأساسيات إدارة الأعمال فيما عدا الجانب الفني، فهي تساعد على تنمية المهارات والمعرفة الإدارية للدارس للمشاريع الصغيرة والتسويق والنواحي المالية. حاليا أصدقائي، بإذن الله سنتحدث بفيديو اليوم عن فنادق المدينة المنورة وأفضل الطرق لحجز هذه الفنادق حول العالم. مبدئيا أصدقائي، بالنسبة لخدمات الإنترنت والتسويق الإلكتروني وحجز الفنادق وبطاقات الطيران حول العالم، لم يعد حكرا لشركة معينة كما كان الحال من قبل، لأنه حاليا أصبحت الأمور أكثر بساطة، مما ساهم بانتشار الكثير من المنصات الموجهة لهذا الغرض. لكن في المقابل، كثرة هذه الخدمات يضع الأشخاص الذين يرغبون في السفر بحيرة من أمرهم عند الرغبة في حجز الفنادق عبر الإنترنت. لهذا السبب، يمكن للمستخدمين الاستعانة بأفضل المواقع المتوفرة عبر مواقع الإنترنت والمتخصصة في مجال حجوزات الفنادق، والتي تقدم أفضل الأسعار التي يمكن الحصول عليها. واليوم بإذن الله سنطرح عدد من المواقع المميزة التي تقوم بتنظيم رحلات السفر وحجوزات الطيران في المدينة المنورة من هنا على محرك البحث جوجل. نضغط على حجز فنادق في المدينة المنورة. بالنسبة لرحلات الحج والعمرة، وأيضا رحلات العمل والرحلات السياحية، هنا يوضح لنا طبعا عدد من الإعلانات أو عدد من الفنادق المتوفرة في المدينة المنورة. طبعا أصدقائي، بالنسبة لموقع بوكينج، وهو يعد من أفضل المواقع حول العالم، وهو بوابة سفر مشهورة بخدمات حجز غرف وفنادق أو مساكن عبر الإنترنت، تملكها أو تشغلها شركة بوكينج، وتعد طبعا من أضخم الشركات وأكثرها شهرة حول العالم لحجز الفنادق بكل سهولة وسرعة وإتاحة لكافة الأشخاص من حول العالم، وتقدم حجوزات بأفضل الأسعار وأكثر الميزات، حيث يتوفر فيها إمكانية الحجز بسهولة لتوفير أكثر من 40 لغة في أكثر من 226 دولة من حول العالم. حاليا أصدقائي، هذه هي صفحة موقع بوكينج، بالإضافة إلى أن موقع بوكينج يوفر للأشخاص أبليكيشن خاص على الهواتف المحمولة لتسهيل عملية الحجز والاطلاع أكثر على ميزات هذا الموقع. مبدئيا على صفحة الموقع نرى هنا في الأعلى إمكانية تغيير اللغة من دولة إلى أخرى بكل سهولة لتسهيل المعاملات مع الأشخاص، ومن هنا بإمكان الأشخاص تغيير اللغة لسهولة التعامل وتغييرها من منطقة لأخرى. طبعا بالنسبة للأشخاص الغير مسجلين من قبل عبر هذا الموقع، بإمكانهم الضغط على إنشاء حساب وإنشاء حساب جديد. أما بالنسبة للأشخاص المسجلين أو الذين قاموا بالحجز مسبقا عبر هذا الموقع، بإمكانهم الضغط على تسجيل الدخول والانضمام فورا عبر البريد الإلكتروني وكلمة المرور، وطبعا الحجز فورا عبر هذا الموقع. حاليا أصدقائي، هنا نرى قائمة الإقامات، وهي التي توضح المكان الذي يرغب الأشخاص في السفر إليه أو في حجز الفنادق فيه. بالنسبة لرحلات الطيران، وهنا توضح ساعات رحلات الطيران ومواعيد وصول الطائرات،
وتأجير السيارات يوفر للأشخاص الزوار لهذا المكان انتقال طبعا من مكان إلى آخر داخل هذه الدولة المرغوب السفر إليها أو حجز الفنادق فيها، لتوفير الوقت والمجهود والنظر إلى المعالم السياحية بشكل أكبر. بالنسبة لسيارات أجرة المطار، هي سيارات متوفرة في كل مطار تابعة للفندق، تصطحب الزوار من مكان المطار إلى الفندق المرغوب الحجز فيه. طبعا أصدقائي، اليوم سنتعرف على كيفية الحجز عبر فنادق المدينة المنورة. من هنا أصدقائي، ما هي وجهتك؟ أي بمعنى، ما هي الدولة التي ترغب في السفر إليها أو في حجز الفندق فيها؟ بإمكانك الكتابة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. المدينة المنورة. من هنا يا أصدقاء، تم تغيير اللغة بشكل فوري بالنسبة للأشخاص المتحدثين أو الراغبين باللغة العربية. ومن ثم أصدقاء، من هنا بإمكانك تغيير أو تحديد موعد وصولك إلى الفندق وتسجيل موعد المغادرة أو انتهاء الرحلة. أيضا بإمكانك من هنا تحديد عدد الأشخاص المصطحبين عبر هذه الرحلة، وإذا كنت مصطحب معك عدد من الأطفال أم لا، وعدد الغرف التي ترغب في حجزها. ويفضل أيضا هنا تسجيل أعمار الأطفال المصطحبين برفقتك حتى يقوم الفندق بتوفير الغرف المناسبة لأعمارهم، ومن ثم تقوم بالضغط على بحث. بعد ذلك يظهر لنا العديد من الفنادق الموجودة في المدينة المنورة. طبعا في أعلى كل فندق أو في أعلى بيانات كل فندق يوجد لنا هنا تقييم من قبل العملاء أو من قبل النزلاء الذين قاموا بالفندق من قبل، فهذا يسهل على المستخدمين اختيار الفندق الأفضل. أيضا قبل حجز الفندق عليك الاطلاع على هذه القوائم بالنسبة للميزانية التي متوفرة لديك أو التي تناسبك، بإمكانك اختيارها من هنا لكل ليلة ستقضيها داخل الفندق. بالنسبة لمصفيات رائجة والتي تشمل خدمات الراحة المقدمة للأشخاص داخل الفندق، بإمكانك اختيار ما ترغب فيه حسب الميزانية المتوفرة لديك. ف بعض الأشخاص يختارون شامل الإفطار، واي فاي مجاني وغير ذلك، حسب ما يناسب طبعا كل شخص. بالنسبة للأشخاص المصطحب معهم أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بإمكانك الضغط على ملائمة لمستخدمي الكرسي المتحرك حتى يقوم الفندق بتوفير الخدمات المعينة لعدد من هؤلاء الأشخاص لتوفير الراحة وسهولة التنقل والحركة داخل الفندق. بالنسبة لتصنيف عدد النجوم، يتم التصنيف حسب طبعا جودة الخدمات المقدمة في كل فندق، فكل شخص يختار على عدد النجوم التي يرغب فيها حسب الميزانية أو حسب المكان الذي يرغب في الحجز فيه. بالنسبة للمسافة من وسط المدينة إلى الفندق، يتم تحديدها طبعا بالنسبة لأوقات المرح التي يرغب الأشخاص في قضائها. هناك العديد من الامتيازات المقدمة، بإمكان كل شخص اختيارها حسب الميزانية المتوفرة لديه أو حسب الإمكانيات التي يرغب في الحصول عليها. ومن هنا يتم طبعا الاطلاع على جميع الخدمات التي يقدمها الفندق بكل سهولة، بالإضافة إلى أن الأشخاص بإمكانهم اختيار أو تغيير عدد الغرف التي يرغبوا في حجزها. لكن أصدقائي، قبل حجز أي فندق يرجى الاطلاع جيدا على تقييم هذا الفندق، بالإضافة إلى الاطلاع على الصور المصطحبة في الفندق لضمان إطلالة مميزة داخل هذا الفندق وقضاء رحلة ممتعة وبتكاليف مناسبة لبعض الأشخاص. على سبيل المثال، هذا الفندق يوفر لنا إطلالة مميزة جدا وتم تقييمه بجيد جدا، فبعض الأشخاص طبعا إذا نال إعجابهم هذا الفندق والخدمات المتوفرة فيه، عليه الاطلاع إلى جدول يوجد في أسفل الصفحة، وهذا هو
نوع الغرف، سرير واحد مزدوج ومساحتها، بالإضافة لأنها تتسع لعدد من الأشخاص، والسعر ل 16 ليلة حسب ما حسبنا طبعا في البداية. وهنا بإمكانك اختيار عدد الغرف التي ترغب في حجزها في الليلة لقضاء هذه الرحلة. وإذا كنت معني بهذا الحجز عليك الضغط فورا على سوف أحجز، فيتم الحجز فورا عبر هذا الموقع. فأصدقائي بالنسبة لموقع بوكينج فهو يوفر للأشخاص إمكانية إلغاء الحجز بالنسبة لسياسة الحجز عبر هذا الموقع. طبعا بإمكانك إلغاء الحجز بشكل مجاني ودون أن تدفع أي تكاليف مسبقة. طبعا إذا اضطر بعض الأشخاص إلى إلغاء هذه الرحلات أو تعرض لأي ظرف طارئ بإمكانه إلغاء مجاني عبر هذا الموقع دون أي تكاليف مسبقة كما يحدث في بعض المواقع الأخرى. أيضا أصدقائي بالنسبة للتطبيق، بالنسبة للأشخاص المسجلين عبر هذا التطبيق الذين قاموا بالحجز لأكثر من مرة، يقوم التطبيق بإضافة لهم بعض الامتيازات والخصومات التي تناسبهم خلال هذه الرحلة. وهكذا بنكون طبعا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. طبعا وفرنا كافة المعلومات المتوفرة عن حجز الفنادق في المدينة المنورة لرحلات الحج والعمرة، وبالنسبة لرحلات العمل والرحلات السياحية. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا من هذه المعلومات، ونتمنى منكم دوام المتابعة معنا بإذن الله، ودمتم بألف خير وإلى اللقاء.